بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد الحاج، وأهلا وسهلا بقناتكم المحترمة. الله يحفظك. ملف المعتقلين أو ملف المغيبين وملف العفو العام اللي منذ فترة طويلة يطالبون به أهالي المتهمين أو المحكومين، وكانت مطالباتهم مطالبات متكررة وبشدة، سواء كانت في ساحات الاعتصام، ساحة التحرير، أو عن طريق وسائل الإعلام، أو عن طريق مناشداتهم أمام مجلس القضاء الأعلى لأكثر من مرة. هذا الملف بصراحة ملف بأمور شائكة جدا، وسببها كان الأخطاء التحقيقية في فترة التحقيق الأولي بالنسبة للمحكومين والمتهمين أيضا. يعني هي بداية المعلومة، لا خلينا نبدأها شوية بداية المعلومة سبب الاعتقال. المخبر السري هو كان اللي أخذ الحصة الأكبر من الشباب الأبرياء. من بعدها مو المفروض أكو فلتر للمعلومة الأمنية لو هو أي ادعاء ويدخل في السجن؟ التخبط هذا اللي صار، هو هاي المشكلة. المخبر السري من جانب، تشابه الأسماء من جانب، التخبط الأمني والوضع الأمني داخل بعض المناطق اللي حدثت بها أحداث أمنية كثيرة وأحداث إرهابية كثيرة، هذه مشكلة كثرة المعتقلين. هذه هاي المشكلة. السبب الحقيقي اللي نوجد به، طبعا احنا ما نتحدث عن موضوع الأبرياء. هناك أبرياء كثيرين صح موجودين في السجون، نحن على يقين وعلى دراية، خاصة المحامي القضاء الوقف، لأنه المحامي على احتكاك مع الجهة التحقيقية من جانب، على احتكاك مع أهالي المتهمين ومجتمعاتهم، وعلى احتكاك مع المحكمة، وينظر إلى الدعوة بجميع جوانبها. العنصر الأمني بالنسبة لجهة الاعتقال اللي احنا دائما، وخاصة أنا كمحامي كزياد طارق، يعني أجد أنه الجهة التحقيقية، جهة الاعتقال، جهة التحقيق الأولي هي السبب في إثارة الموضوع. القضاء من جانب ينظر إلى مسألة، القضاء ينظر إلى مسألة أوراق، وصلت لأوراق، طيب الأوراق رسمية، لكن هل كان هناك تزييف للحقائق من قبل المخبر السري، من قبل الشخص ضابط التحقيق ممكن، أو من قبل ضابط التحقيق؟ هذا الموضوع موجود، هذا سبب لنا يعني مشاكل كثيرة وأبرياء كثيرين بالسجن بسبب هذا الموضوع. دخلوا المعتقلين بالمزايدات السياسية والحديث الكثير، وأصبحت بعض التاجر بهم كبضاعة. القضاء ليش ما كان فيصل بهاي القضية وحسم الأمر، أعيد المحاكمة من جديد؟ تمام، إذا ما أريد أصدر قانون عفو عام، تمام، مثل ما تفضلت، يعني إعادة محاكمة والاعتماد على أوراق جديدة وثبوتات أجدد وأدلة. قصدي ليش أني القضاء تاركها هيك؟ أستاذ الفاضل، القضاء ما تاركها، القضاء ينظر ودي ينطي قرارات، إضافة إلى مقيد القضاء، مقيد بقانون، الأدلة المتوفرة كافية للإدانة أو غير كافية. يجيني المتهم كقاضي، يجيني المتهم معترف، أكو أصل إخبار، أكو متهم آخر معترف عليه. لو كنت أبحث في كل قضية أنه هذا كيف اعترف، ويجي قدامي المتهم ما يذكر أنه أنا انضربت أو تعرضت إلى التهديد خوفا، إضافة إلى الطريقة اللي انتزعوا من عدة الاعترافات بها جهة التحقيق الأولي ما خلت أثر للتعديل. شدة خارجية بما نعبر عنها إحنا، شدة خارجية أي أثار تعذيب أو إكراه يقدر يبرزها على الجسد بطريقة، يعني بطرق كثيرة موجودة. هذه مشكلة، يقف قدام المتهم أمام القاضي وينطي إفادته ويدلي بأقواله بالشكل الطبيعي، والسيد المدعي العام موجود، ومحامي أما أصيل أو منتدب موجود بتوفر جميع الضمانات القانونية، إضافة إلى
متهم آخر معترف، من نجي المتهم نلقي بنفس الطريقة من تزمين أقواله. تجي على أصل إخبار الضابط التحقيق، جهة التحقيق لما حققت وياه قالت أنه هذا عنده أصل إخبار. طبعاً عنده أصل إخبار، ضابط التحقيق ما يجي أول سيناريو من عنده، هاي إلا ما ندر حصلت حالتنا، ما يجي أول سيناريو يسمع في قضية موجود بالتاريخ الفلاني، حادث فلاني، تفجير أو كذا أو قتل، ومسجل بإخبار بمركز الشرطة المعين أو الجهة الأمنية المعينة، ننظر إلى الدعوة، أصل إخبار موجود، طيب. اعتراف موجود، اعتراف متهمين آخرين موجود، وإذا بالقاضي أمام أدلة ما يقدر هنا يعني ينطي الإفراج أو يرجع يدقق أو غيره، خلاص أدلة دامغة. إذن الحل برأي، الحل هناك دعاوى، هناك أوراق تحقيقية تقدمت زيفت بها الحقائق، الأوراق ليست مزورة لكن زيفت ما موجود بها فيها مزور، ما موجود بها مزيف، وعندي دعاوى كثيرة المتهم انحكم بها، وأكو متهمين عندي باليوم الثاني أو الثالث جلسة محاكمة إليه، وإذا بالصدفة بالقدر أنه وقع على قرار آخر محكوم بنفس المتهم، وبعد ما جلبنا الدعوتين وأجرينا المقارنة، هذا المتهم المحكوم اللي قراره مكتسب الدرجة القطعية وقد يكون محكوم إعدام أو مؤبد، طيب. وحكم ما يستهان به، نفس الحكم هذا ونفس الحادث نفس التاريخ نفس المجنى عليه، المتهمين الآخرين متهمين به، بهم من انحكم وبهم من ينتظر جلسة المحاكمة مالته حتى يصدر بها قرار.